عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الرابع من أو الفيديو الرابع من سلسلة التعامل مع الأعراض الكسرية. اليوم باش نوصل مع بعضنا إلى الطرح، كيفاش نحسب الفارق بين زوز أعداد كسرية. رينا قبل في فيديو أول مفهوم الأعداد الكسرية، باش نذكركم فقط واللي معناها ما شاهدهمش يرجع يتفرج فيهم ويفهمهم بلاهي باش اللي نحكيه انا في الفيديو هذا يكون واضح، خاطر انا كله مبني على الفيديوهات السابقه. باه، قلنا احنا رينا مفهوم الاعداد الكسريه، رينا الخصائص نتاعها، ورينا في جزئين الجمع، كيفاش نجمعوا بين زوز اعداد كسريه، ورينا الحالات الاستثنائيه وكل حاله استثنائيه خرجنا لها قاعده. نفس الشيء اليوم باش نعملوا مع الطرح، باش نعطيكم القاعده الاصليه الكبيره اللي في كل الحالات باش تلقاو رواحكم طبقتوها من حيث لا تشعرون معناه. ثم فيما بعد باش نشوفوا بالحاله الحالات الاستثنائيه، ونخرجوا لها كل وحده قاعدتها باش تطبقوها انتوما مباشره. اذا لحسابي الفارق بطبيعة الحال، احنا كيف نطرحوا رانا مش نطلعوا فارق مش مجموع، ميلا تسميات تفرق لها بين عددين كسريين نمر ب عفوا ثلاثة مراحل كيما الاخر كيما الجمع بالضبط. اي اول حاجه تخزر لها هو المقامات. قلنا احنا في عائله الاعداد الكسريه ما عندنا مشكله كان مع المقام، الباقي كله على روحه. اي اول حاجه نعملها شنو؟ تاكد من ان العددين لهما نفس المقام. اي في حاله العكس معناها، في حاله شو معناها في حاله العكس معناها في اذا ما همش نفس المقام شو نعمل؟ وحد المقامات. يظهر لي توا ولا عندكم فكره على شنو معناها توحيد مقامات؟ معناها انا فما مصطلحات فهمت هيكم في الفيديو السابق، ذاك علاش انا قلت لكم ارجعوا تفرجوا في الفيديوهات السابقه باش الشيء نحكيه انا هوني تلقاو رواحكم حاضرين وفاهمينه بالضبط، خاطر مانيش باش نعاود نشرح شنو معناها اختزال توسيع بلا بلي بلا وتوحيد مقامات، لا هكاك يولي تكعرير. نربحوا الوقت في ان ناخذوا امثله اكثر لانه كل شيء مربوط ببعضه، كلنا في عائله الاعداد الكسريه. باه، هذه الخطوه اولى، اول حاجه نخزنوا لها هو المقامات اذا كانوا قد هذه اسهل حاجه، اذا كانوا مختلفين لازمك توحد المقامات. باه، توا ولا عندنا مقام موحد شنو نعمل؟ احنا في الطرح، اطرح البسطين ببساطه واحتفظ بالمقام المشترك. المقام المشترك نتاعك انت خذ معركه عفوا بالمقام المشترك، انت قلت خضت معركة باش توحد المقامات، بطبيعة الحال ماكش باش تخسروا تو باش تبدلوا، هكا هو أنا عملت مجهود جبار باش وصلتهم الزوز قد تو باش نحتفظ بيه، صحيح أعطيني الصحة وعملت مجهود وهكا هذاك هو المقام اللي أنا باش نخدم بيه. باهي، المرحلة الأخيرة اختزل الفارق أو النتيجة بطبيعة الحال، النتيجة إذا كان ممكنا. إيش معناها مدام الشرط هذا إذا كان ممكنا؟ يا أخي تتذكروش إني أنا قلت الاختزال هو إنك تقسم البسط والمقام على نفس العدد ولا؟ أي هكا قلت، ولكن قلت لكم راه فما شرط صغيرون اللي هو انه لازم المقام والبسط اثنين يتقسموا على عدد هذاك. لا، مش البسط نقسموا على عدد وحده والمقام نقسموا على عدد وحده، لا باش نقسم الزوز على عدد واحد، اذا واحد فيهم ما يقبلش القسمه على هالعدد متاعي حبس، لا ما نستعملش انا الاختزال. لذلك قلت لك اذا كان ممكنا،
كان هما يقبلوا القسمة على العدد متاعك اختزل، ما يقبلوش خليها كيك. ببساطة شديدة ريت كل كلمة نشرحها لك شنو معناها وعلاش قلتها، باش نظهر لك اللي فما حالات الاختزال فيها غير ممكن. مش لزاما عليا قتلي مدام اختزل لازم نختزلو تو، هو ما يختزلش ما يصيرش. اذا كان ممكن زدتك انا هالشرط الصغيرون هذايا، باش انت اذا ماهوش ممكن ماهوش ممكن حبس وفر المجهود متاعك لخدمه اخرى. باهي ولا باهي يا سيدي؟ صحيتو مركزين معايا وفاهمين بالضبط شنو نحكي؟ احسنتم، انا هذا اللي نحبه. توا باش نجيو مع بعضنا للحالات الاستثنائيه. هاي سيدك، اول حاجه شنو عندي؟ اذا كان اعطاك المعلم زوز اعداد، اذا كان العددين لهما نفس المقام. اي المعلم بارك الله فيه اعطاني زوز اعداد وقال لي اطرحهم خرج لي الفارق بيناتهم. كي خزرت نلقى زوز الاعداد عندهم نفس المقام، ياي اسهل حاجه هذه. شنو معناه؟ نعملوها في قاعده ب ال سي على شنو؟ مش دي ب، قلنا نفس المقام ما تنساوليش رواحكم. شنو نعمل؟ ببساطه شديده قالك او القاعده قالتلك احتفظ بالمقام تاعك والبسطين شنو نعمل لهم؟ اطرحهم ببساطه وطلع النتيجه واحده وكهو. هذا هو الطرح في حاله انه عندك نفس المقام. اعطيني مثال مدى. الله يبارك، هلا غالب ما نفهمه كان بالامثله احنا. يا سيدي مثال 35 على شنو، خلينا نقول على 4 مثلا، ناقص 21 على 4. سهل مهل او كان نفس المقام. انا قلت لكم راه ما عنديش مشكله مع البسطين، ما نخسر لهمش اصلا. مش ما نخسر لهمش اصلا، اما تركيزي الكبير يكون مع المقام. مع المقام باهي. سيدي المقام تاعي موحد هاو استحفظت عليه، توا شنو نعمل؟ ما تنساوش انه في الطرح احبتي الشرط انه لازم يكون العدد الكبير هو في الاول. إذا عطيتك مثلا 21 على 4 إلا 35 على 4 وقلت لك احسبهم هكا كفخ، معناها عملت له أنا، هو هي ما تجيش الحكاية، أما أنا عملت لها هكاكا باش نشوف نختبرك يا أخي أنت مركز مع الطرح مع الخصائص الطرح ولا. وقفني قول لي مدام راك بالغلط كتبت الصغير من اللون والكبير حطيته من الثاني، ولهذا ما يصيرش. كيفاش عدد صغيرون باش نحي منه الكبير؟ هذا مستحيل. اذا لازم الشرط تركزوا فيه هو انه العدد الكبير يكون من الاول. هاي سيدي نحسبوه دائما المقام استحفظ عليه حتى هذاك راس مالي. اي 5 الا 1 4، بس خلينا نكتبها فوق بعض 4 اي، و 3 الا 2 1 14 على 4. هاي لقيت النتيجه نتاعي. ماهيش هك به، نتعديو للحالة الثانية اللي هي مدام، اللي هي إذا كان مقام أحدهما، نحكي على الزوز الأعداد الكسرية باش ما نبقاش نكعر على العدد الكسري، العدد الكسري أحدهما وكهو. إذا كان مقام أحدهما مضاعف للآخر، مضاعف للآخر، أيوة وفهمتكم شنو معناها مضاعف، معناها فيهم بيناتهم واحد فيهم النجم نضعف عدد من المرات حتى نتحصل على الآخر. ماهي في الحالة هذه ماذا علي أن أفعل؟ ببساطة شديدة كيف ما العادة احنا شنو قلنا في الجمع؟ إذا كان عندك مضاعفات للآخر يا تنجم تستعمل التوسيع لما تحب تكبر للكبير لأكبر مقام معناها،
أو تنجم تستعمل نقول أنا الاختزال إذا كان ممكنا بطبيعة الحال. ميلا إذا كان ممكن باش تصغر للمقام الصغير وكهو ببساطة شديدة. باهي، أعطيني مثال مدام. باهي، معاكم مع الأمثلة. ناخذ مثال، مثال ببساطة شديدة بصفة عامة. تا تا تي تا تا، خليني ناخذ بسط، عفوا، مقام مضاعف للآخر. باهي، عندي هاني 15 وهنا 3، كيف ما جاء. باهي، مع شرط انه الكبير المص عفوا البسط الكبير يكون من قدام. 48 الا 23. باهي، عندي هوني شنو اول حاجة قلت انا المقامات ما عنديش معها مشكلة، عفوا يا ربي البسط ما عنديش معها مشكلة، معناها الاعداد الفوقانيين يهمنيش فاهم حاجتي بالمقامات، الاعداد من لوطة. ايوة، لاحظ انه 3 والخمستاش، 15 هذه من مضاعفات 3، بمعنى انه 3 باش نضاعفها 5 مرات باش نتحصل على 15. هكا ولا معناها هذوما من مضاعفات بعضهم. ايوة، هذه عندي حاجة تساعدني. شنو باش نعمل؟ إذا نحب نستعمل التوسيع. شنو معناها توسيع؟ معناها باش نرجعهم الكل 15 للمقام الكبير. شنو نعمل؟ عندي هوني الهذايا من مسوش اللي هو أصلا مقامه 15 يبقى غادي، ولكن المختلف في الآخر هو عندي 48 في 3، عفوا على 3. اي قديش في قديش من مره باش نعاودها انا 3 باش نتحصل على 15؟ 5، يلزمني نضربهم في الخمسه. لازم احبتي تضرب البسط والمقام مع بعض، مش تضرب للمقام وتخلي هذاك الفوقاني، لا، يا تقسم الزوز يا تضرب الزوز، واحده منهم. هذه في الاختزال والتوسيع. باهي، الا وهذاك يبقى على روحه. عفوا 23 على 15، على قديش باش نتحصل انا تو؟ شنو كيفاش تصبح الكتابة؟ هوني عندي اول حاجة المقام هاوك 15، من يجل 15 تحصلت عليها اخيرا. تو ما بقالي كان نضرب الخمسة في 8 قديش؟ 40، نكتب 0 ونحتفظ بالاربعة، والخمسة في الاربعة 20، مع الاربعة 24. النتيجة متاعي عندي 240 على 15، إلا 23 على 15. فهمتوا تو علاش أنا قلت راهو توسيع؟ ريتو كيفاش كبرناه فجأة من 48 ولا لي 240، وسع على فيه كبرناه. هذاك علاش طلعت كلمة التوسيع. إيه، تو شنو باش نعمل بالضبط؟ نحسب على روحي باش نستحفظ على 15 متاعي. باش نحسب 240 إلا 23 ببساطة شديدة. قداش تطلع؟ هاي حساب ذهني عادة، من غير ما تستعملوا شنو باش نقول العملية العمودية. صحيح تعديناها المرحلة وتعلمنا كيفاش نحسبه بطريقة ذهنية. هاي أحد إلا أحد، صفر إلا ثلاثة، لا أستطيع، أستلف. تبدأ من هوني على خاطر الكبير من هوني، أو إذا أنا عطيتك بالعكس، أنا بديت نكتب من هنا، هو نفس الشيء، مهم حافظ على الترتيب الكبير هو من الأول. 10 إلى 3، 7، أي استلفت، رجعهوني. 4 إلى 3، 1، ما استلفتش، هوني ما عملت شيء. 2 إلى لا شيء، 2، معناها الحكاية طلعت لي في 217 على 15. هذايا التوسيع. باهي، باهي، ريتو العملية العدد معناها كبير، هذا تحس ولا نجم نختزله؟ كيفاش مدام؟ معناها الاختزال أنا نستعمله لتصغير الأعداد إذا كان نتيجة أو في وسط العملية. معناها الاختزال أنا مسموح لإني نستعمله وين نحب. باهي، ولكن
بشرط انه لازم يكون معناها العدد الكبير، عفوا البسط والمقام قابلين القسمه على نفس الرقم نفس العدد. باه بالنسبه لي انا ظهر لي اني العدد هذايا كبير ونحب نصغر فيه، نرجع مثلا عدد صغيرون، اش نعمل انا؟ مثلا نقسمهم ال 15 نقسمهم الاثنين على 3 ونشوف، كان لقيت واحد فيهم ما يقبلش القسمة على 3 نحبس نبدل الرقم، نقسمهم على 5 مثلا، هذا يقبل القسمة على 5 وهذايا نشوف ترى يقبل القسمة ولا على 5 ولا، اذا هذا مش قابل القسمة نحبس نبدل. نقسمهم على 15 مثلا، اذا هذا مش 15 على 15 بطبيعة الحال باش تلقى هوني واحد، وشوف عملية قسمة عادية وشوف هوني قابل القسمة على 15 ولا، اذا لقيت عدد فيه فاصل لا راه مش قابل القسمة. إذا بعد المحاولات الكل لقيت ديما نتيجة فيها فاصل، معناها توقف الاختزال غير ممكن هنا. فقط أنا أما فقط عطيتك المعلومة إنه راهو نجم في كل الحالات تختزل أي نتيجة ظهرت لك كبيرة وتحب تصغر في الأعداد اختزل، تطلع معناها صحيحة هي في كل الحالات، يصغر لك العدد لما يبقى ذا قيمة بالضبط. بالنسبة لي الاختزال كيف ما العادة، هوني كيفاش باش نختزله؟ باش نقسمه على نفس العدد. باهي خلينا، وانا توا بالعاني راني ذكرت الاختزال لهنا، وباش نقولك اللي لازمك الاعداد متاعينك تشوفهم اللي هما قابلين القسمة على الرقم متاعك ولا، ببساطة شديدة كان واحد فيها ماهوش قابل القسمة تعدى ديريكت الاختزال، ماهوش ممكن هذا، فهمتوا ولا؟ باه خليني انا نجي لهذا 15 لحظه سامحني، وين بدينا احنا؟ اصغر مقام، يعني باش نختزل هوني انا عندي 15 و3، معناها كي باش نختزل باش نحب نرجعهم الاثنين نفس المقام، معناها 3 هوني و3 هوني، شنو نعمل؟ هذا نخليه عادي وهذا نقسمه على 3، عفوا 15 على قديش باش نقسمها باش تنتحصل على 3، نقسمها على 5 بطبيعة الحال خاطر 15 على 3 على 5 يساوي 3. باه لازمك في نفس الوقت 23 هذه قابله القسمه على 5، وفي حالتنا احبائي 23 غير قابله للقسمه على 5، اذا الاختزال هوني ماهوش متاح. عندك كان التوسيع، استعمل التوسيع وبعد اختزل اذا كان ممكن في النتيجه. ريتو الاختزال راهو ماهوش في جميع الحالات ممكن، ببساطه شديده انا هذا المثال اخترته خصيصا باش نبين لكم انه الاختزال مش ديما نجم نختزله. في اوكا انا عملت لكم في الفيديو بتاع عفوا الفيديو بتاع الجمع اعطيتكم مثال نجم نختزل فيه، وهوني بالعاني اخترت مثال ما نجمش نختزل فيه باش ناكد لكم ان الاختزال ماهوش ديما متاح. باهي خلينا نكتفيو في الفيديو هذا بالحالتين هذوما. الحاله الثالثه مالا يا حلوين شنية بالضبط؟ احسنتم، كيف يبدو لا البسط يشبه للبسط الآخر ولا المقام يشبه للمقام الآخر ولا واحد مضاعف للآخر ولا حتى شيء، معناها لا علاقة ببعضهم. وقتها شنو نعملو؟ صحيتو مركزين، نوحدو المقامات. توحيد المقامات أحبتي استناوني فيه مع بعض الأمثلة في فيديو آخر، كل واحد نحطولكم في فيديو مفصل باش ما تلقاوش فيه مشكلة. إلى اللقاء وانتظروني سأعود توا في فيديو جديد.